يعني ايه جرائم حرب ومين اللي بيحاكم المتهمين؟ انا محمد الزمزمي ودي حكايه الترند. لو انت مش متابع جرائم الحرب، عرفها ميثاق محكمه نورنبرج العسكريه سنه 45 بانها انتهاكات قوانين الحرب واعرفها، بما في ذلك قتل مدنيين في ارض محتله او اساءه معاملتهم او ابعادهم، وقتل اسرى حرب او اساءه معاملتهم، وقتل رهائن وسلب ملكيه خاصه، والتدمير غير الضروري عسكريا. تعال اشرحها لك بالتفصيل. جرائم ضد السلام وهي كل عمل يتضمن التخطيط والتجهيز والاعداد لشن حرب عدوانيه. جرائم ضد الإنسانية، ودي بتشمل جرائم القتل والإبادة والتعذيب والتهجير والإبعاد والإرهاب والاعتقال غير الشرعي والاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية. واتبنت هيئة الأمم المتحدة في يناير 46 مبادئ محكمة نورنبرج الستة. 1- كل شخص يرتكب أو يشترك في ارتكاب فعل يعد جريمة طبقا للقانون الدولي ويكون مسؤول عنه ويستحق العقاب. 2- إذا كان القانون الوطني لا يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب، فده ما يعفيش اللي ارتكبه من المسؤولية بحسب أحكام القانون الدولي. 3- إذا تصرف الشخص اللي ارتكب الجريمة بوصفه رئيس للدولة أو مسؤول فيها، فده ما يعفوش من المسؤولية. 4- إذا تصرف الفاعل بأمر من حكومته زي الجنود مثلا، وده ما يخليش مسؤوليته حسب أحكام القانون. 5- كل متهم بجريمة دولية له الحق بمحاكمة عادلة طبقا للقانون. 6- المبدأ اللي بيقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص المطبق في القوانين الداخلية يمكن التجاوز عن تطبيقه في القانون الدولي. بيتحاكموا فين بقى المجرمين دول؟ في المحكمة الجنائية الدولية، بتحقق في قضايا مجرمي الحرب الأفراد اللي ما وقفوش قدام قضاء في دولهم، وبكده تعد المحكمة الجنائية الدولية بمثابة الوريثة لمحاكمات نورنبرج الشهيرة اللي حكمت قادة نازيين بارزين سنة 45.